إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، ما زلنا في تمهيد أنفسنا وإعدادها لشهر رمضان الأبرك، وحق لهذا الشهر أن تتخذ له الأيام، بل الأشهر لما لا، بل العمر كله طريقاً للاستعداد والتهيؤ، لأنه شهر التوبة النادرة، لأن توبة رمضان ليست كأي توبة، ولأن رحمة الله في رمضان تفيض على المؤمنين ولا كأي وقت ولا كأي شهر آخر، ولأن الإقبال والفرصة التي تعطى للمؤمن في هذا الشهر لا تعطى له في غيره من الأشهر، لأن ميزان الابتلاء في رمضان يكون لصالح المؤمن. الله جل وعلا جعل كوامن الخير وكوامن الشر معا في الإنسان متوازيين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وجعل له الملائكة تأمره بالخير وتلهمه الخير وترشده، وجعل له الشياطين تستفزه وتناديه إلى الشر وإلى البلايا. في رمضان هذا الميزان لا يكون على هذا الوزان، لأن الله جل وعلا يضعف من جانب الشيطان، كما رأينا في الحديث الذي ذكرناه قبله، وصفدت الشياطين أو سلسلت، فإذ تسلسل وتصفد الشياطين في رمضان فإن الإقبال على الشر يضعف، ولا يبقى آنئذ إلا وازع الشر في النفس، وتضعف وسوسة الشيطان، فآنئذ الخير غالب في الكون كله، الملائكة تتنزل والخير ينفتح، تنفتح السماوات أبواب السماء كما في الصحيح، تنفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب الجحيم، فلذلك الفرصة فعلا تكون أعظم وأوسع للمسلمين في هذا الشهر، وهذا أمر مشاهد محسوس، شيء كنشوفوه كل عام، فكثير من الضالين والتائهين يتوبون في هذا الشهر الكريم. نعم، بعضهم يعود أدراجه القهقراء بعد خروج رمضان، ولكن كثير منهم كيبقوا شادين، عدد كبير من الناس تكون له فرصة رمضان فرصة للتوبة النصوح، وخا كيخرج من رمضان ما كيعاودش يخرج هو من الدين ومن التدين، وإن كان كثير فعلا يضعف ويلين بعد رمضان، لأنه كيرجع ميزان الابتلاء للأصل دياله. لهذا إذن يستحق فعلا منا هذا الشهر أن نستعد له قبل حلوله، أما إذا حل فما بقي آنئذ لنفس لم تستعد ولم تتهيأ إلا قليل من الفرص. أن الكلام على رمضان خصو يكون الآن في شعبان وليس في رمضان، لأن رمضان وقت ديال الخدمة، فمن لم يتهيأ بأدوات العمل حتى فاجأه رمضان فإنه لا يستطيع الإقلاع كما ينبغي، ولا يستطيع أن يكون فعلا على الوزان المطلوب منه شرعا وما يستحقه منه هذا الشهر الكريم المبارك رمضان، للتوبة بكل معانيها،
التوبة من الضعف واللين في الدين، نهيئ أنفسنا لذلك. أصحاب المساجد، أصحاب العبادات والصلوات، نحتاج إلى تصحيح أعمالنا وإعادة ترتيبها من جديد في هذا الشهر المبارك، لأنه نضعف عن إتيان المساجد والصلوات والخمس بالجماعات وغير ذلك، نضعف كثيرا كالضعف الهمة. فرمضان فرصة نادرة لإعادة ترتيب حياة العبد، حياة التعبدية للعبد من جديد، وأيضا فرصة لمن ابتلي بأنواع البلايا من فسق أو فجور أو أي نقيصة أو مثلبة أخرى من أفعال الشيطان. رمضان مناسبة للانقطاع عن ملذات الشهوات المحرمة ومقاطعة إبليس واتخاذه عدوا ومصالحة الرحمن جل وعلا. ورمضان في سنوات الأمة هذه الأخيرة فرصة أندر وفرصة نادرة في الحياة، ولكن الآن كتزاد القيمة أكثر، لأن وسائل التضليل في العالم مما تبثه كل الوسائل أخطر. يعني الحياة الدينية في هذا الزمان صعبة، صعبة جدا كما يعلم الجميع، وكما أنذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل حينما تحدث عن أجيال المسلمين في أزمنة الأمة المتأخرة. ولا شك أن زماننا هذا من ذلك، لا يختلف في هذا الأمر عاقلان ممن يعرف تاريخ الدين وطبيعة العصر الحاضر. حينما أنبأ عليه الصلاة والسلام أن القابض على دينه يكون كالقابض على الجمر، فعلا هذا الذي نشعر به يوميا صباح مساء، أن تقبض على دينك وكل شيء حولك يأمرك بأن تطلق وأن ترخي وأن تبتعد عن الدين وأن تنقطع. ليس وساوس الشيطان وحسب، بل صرخات شياطين، صرخات إبليس، تكاد الأسوار والأشياء تستفز الناس لينغمسوا في المحرمات بشتى أشكالها وشتى ألوانها. ولذلك لا يثبت في مثل هذا الزمان إلا من ثبته الله فعلا. ولا شك الله جل وعلا يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، لأن الحياة الدنيا بما فيها من فتن يحتاج المؤمن إلى تثبيت رباني، وفي الآخرة ليجيب عن أسئلة منكر ونكير وليكون على قدر الإيمان المطلوب بين يدي ربه حينما تسأله الملائكة عند الحشر وعند الحساب. نسأل الله أن ييسر لنا الحساب ونعوذ به جل وعلا من العقاب. وظروف هذا العصر فعلا مخيفة، ولذلك أنا بالنسبة لي ملي نشوف واحد الفرصة ديال الدين كتبان لي أغلى من الذهب، أنك تعطلك واحد الفرصة ما كيناش، وفي مثل هذه الظروف العالمية الآن التي تعيشها الأرض. ولذلك المؤمن العاقل الحصيف ما يفلتش فرصة ديال رمضان اطلاقا، وما يدريه أنه يعيش إلى رمضان آخر، ما يدريه. شيخا كان أم شابا صغيرا، ذكرا كان أم أنسا، وكم من الناس صام معنا رمضان السابق الآن هو تحت التراب. كثير آلاف من المسلمين وكانوا يعملون أمثالنا، كان عندهم الآمال أنهم يعيشون رمضان الجاي ويديروا ويصنعوا ويفعلوا ويتركوا، ولكن قضاء الله كان قد حد الأجل بأن يكون رمضان ذاك الذي سبق آخر صيام له في الأرض. فكيف إذا دخل المؤمن رمضان وقد قدر أن يكون آخر فرصة أعطيت له، دخله لاعبا لاهيا يمضي الليل في السهرات تالفا تائها، لا هو بصائم حق الصائم ولا هو بقائم حق القيام. مادة العمل في رمضان يعني الشغل ديال الخدمة أو الخدمة ديال رمضان، مادة العمل في رمضان
بنص القرآن هي القرآن. كثير الخيرات، الخيرات اللي يدير الإنسان في رمضان كثير، من الصدقات، وقد كان فعلا رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. إنسان يكثر من الصدقة، يكثر من جميع أنواع الخيرات، لكن الرأس تاج، تاج ديال الأعمال الصالحة، تاج العمل الصالح في رمضان القرآن الكريم. قياما، يعني ملي تقوم الليل راه القرآن اللي خدام، قياما وتلاوة وتدارسا وتدبرا، كل ما نص عليه الله جل وعلا من مداخل القرآن في القرآن، الأبواب ديال القرآن راه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خدم بها وبينها الله تعالى في كتابه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية هذه اللي كتتكلم على وظائف النبوة، يعني الخدمة ديال الرسول وديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بشكل خاص، كلها الخدمة دايرة على القرآن الكريم، منه المنطلق وإليه الموئل والمرجع. ولذلك لما رب العالمين عرف رمضان بغى يقول لنا رمضان شكون هو، قال لنا رمضان هو هذاك الشهر اللي جاء فيه القرآن، عرفه بأبرز صفة فيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يعني أي واحد فينا، ولله المثل الأعلى ولا مشحة في المثال، يعني كتكون عنده صفات متعددة، الصفة ديال المهنة دياله، قد يكون حرفيا صباغا أو حدادا أو طبيبا أو مهندسا أو أستادا، عنده الصفة ديال المهنة، وعنده الاسم دياله الشخصي والعائلي ديال القبيلة دياله، وعنده النسبة ديال المدينة دياله، يكون مكناسيا أو طنجيا أو إلى آخره، يعني منسوب المدينة، تنسبه للوطن دياله، تنسبه للدين دياله. فإذا أردت أن تعرفه حق التعريف، فيمكن لك تعرفه بأي واحدة من هذه الصفات دياله، ولكن عادة الإنسان على حسب الظروف كتعرفه بأحب الصفات إليه، بأحب الصفات إليه، يعني ديك الصفة اللي انت كتعرفها فيه راها كي يعجبها وكي كتعجبه وكي يرتاح لها، وإلى عرفته بها كي تميز فعلا، كي تميز وكيبان بأنه متميز عن الآخرين، فتعرفه بها، كتقول هذا فلان مثلا الطبيب مثلا على سبيل المثال، ويمكن لك تعرفه بصفة أخرى من الصفات أو بواحد الاختصاص دقيق دياله. ولله المثل الآن، رب العالمين عرف شهر رمضان بأبرز ما فيه، وهو أنه كان مناسبة لنزول الوحي من السماء عبر تاريخ الدين، كما أثبتناه قبله في حديث حسن عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رمضان فيه تنزلت الكتب كلها، التوراة والإنجيل وقبل ذلك الزبور وبعد ذلك جميعا القرآن وقبلهم جميعا صحف إبراهيم، ما أنزل الله كتابا إلا كان متنزله شهر رمضان، إما في البداية دياله أو الوسط دياله أو الأخر دياله. وقد علم أن كتاب الله جل وعلا القرآن الكريم نزل في العشر الأواخر من رمضان، من ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولهذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان ينقطع إلى القرآن، يعني كيتخصص في رمضان بالخدمة ديال القرآن، ولذلك الكرم ديالو اللي كان فيه طبيعة كيزيد في رمضان. علاش؟ فرحا بالقرآن، حينما يلقاه جبريل كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. هذه السنة ديال سيدنا محمد فعلا عليه الصلاة والسلام، الذي أراد أن يكون على منهج السنة في رمضان فعليه أن يتدارس القرآن، يشتغل بمدارسة القرآن. صحيح أنك تكون التراويح مباركة وخيرة فتملأ المساجد بالبركات والأنوار ويستمع الناس إلى القرآن، ولكن لا بد أيضا من تدارس، تدارس القرآن مطلب رباني في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، تدرسون
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الأحاديث والآيات قبل ذلك متدافرة والأحاديث متواترة في أن تدارس القرآن يعتبر من أعلى العبادات التي تصل قلب العبد بالله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تدارس كيكسر هذيك الأغلال وهذاك الصدأ هذاك الصدأ كيكسروا لكن في القلوب، فيفتحها على القرآن فإذا بها تتنسم أنوار الرحمن بشكل مباشر. ولذلك وجب أن نجتمع على كتاب الله جماعات وزرافات في بيوتنا وفي أسرنا سيرا إلى الله جل وعلا من خلال تدارس القرآن الكريم. حذاري حذاري من غفلات الإعلام التي تستغفل المسلمين في رمضان. الناس مع الأسف يبتلعهم التلفزيون في ليالي رمضان، وهذه كارثة كارثة، لأن الوقت الذي أعطي لك واحد، ما عندكش في كل ليلة جوج ليلات، ليلة تفرج فيها في التلفزيون وليلة درس القرآن مع الأسرة ديالك الأبناء ديالك والزوجة ديالك، لك فرصة واحدة. فلا يعيش التلفزيون مكانك، راه التلفزيون كيعيش الحياة ديالنا، هو كيتكلم وحنا كنشوفه، يبتلعنا. ولذلك أعطي التلفزة وقت آخر لما فيها من خير، أما شرها فلا يصلح لا لرمضان ولا لغيره. وتفرغ تفرغ في رمضان لله، خص لسانك أنت يخدم، ماشي التلفزيون كيخدم في موضعك. ماذا صنعت أنت؟ أنت مطلوب منك أن يشتغل لسانك بذكر الله، وتشتغل يدك ورجلك وبدنك كله بالإقبال على الله. شت من تكون جالس، ماشي غير كتكون قيام الليل، ماشي غير في القيام وفي التراويح، راك جالس جالس يعني في جلسة مربع رجليك في حلقة مع زوجك وأبنائك، تتدارسون كتاب الله عز وجل وكتذكر الله تعالى من خلال كتابه. راه الجسم ديال كله خدام، جسمك كله، لأن الجهاز العصبي ديالك والدماغ ديالك مادام أنه تركز مع كتاب الله تعالى وتفتح القلب على القرآن الكريم، راه خرج جالس راه خدامين يديك ورجليك وودنيك، كل شيء فيك اشتغل بالله. التلفزيون يبتلعك تماما، ما كيخليش منك شعره واحده حيه، يقتلك. وهذا نعيشه في انفسنا، ملي كيكون التلفزيون في الدار خدام كان الاسره على رؤوسها الطير، كاين شي واحد كيتحرك، خشوع تام مع الاسف، ولا كخشوع كثير من الناس في الصلاه. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهد قلوبنا إليك، اللهم اهد قلوبنا إليك، اللهم اهد قلوبنا إليك، واجعلنا لك آئبين تائبين توابين متطهرين مقبلين عليك لا مدبرين.